غدا ان شاء الله غيكون ماتش زوين وخصنا ان شاء الله نربحو غدا، خصنا نربحو بواحد الفارق ديال 3 اهداف باش ندوزو حنا الاولين ونتفاداو اسبانيا، حيت الاسبان كيلعبو مزيان، ما عرفتش يتاهل كوستاريكا ولا اليابان لعبو ضدا، ويكون عندنا حظوظ كثر باش ندوزو الويتيام دو فينال. شحال كتوقع يدير؟ وانا ما كرهتش شي 3-0 ولا 4-1 دو 3 بيوت دي كارو ولا ديالك الركراكي ولا الركراكي، انا ودادي كنموت عليه فهمتي، الركراكي كنثيق فيه، كندير لا كونفيونس كامله في الركراكي، عارفو غدا ان شاء الله غيعاود يربح ونبقاو نربحو، واخا كاس العالم صعيبه ولكن في الجيب ان شاء الله. في الجيب كنقولوها في الجيب، راك عرفتي هذيك المقوله، كندا ضربناها وكان بلجيكا ضربناها وكندا هي في الجيب، ان شاء الله غادي يكون التاهل على حساب كندا ان شاء الله، وانا متفائل جدا، ومن هذا المنبر ديالكم كنقول لهم حنا غادي نمشيو للكارت فينال. هو واحد الله يهديه، حيت كان واحد مدرب كبير ولكن عنده التدريب ديالو كلاسيك، لان 70 سنه بزاف، لان حسنا التطور دابا الشباب. وليد ما كاين وليد اخويا، ما كاين وليد. انا ما نقدرش نتوقع شحال غيكون بالضبط، الحاجه اللي نقدر نتوقعها هو نخرجوا رابحين 1-2-0. سير 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 صافي بركه. 2-0 ان شاء الله باذن الله. 2-0 انا قلت 3 2 ان شاء الله باذن الله، ممكن نربح ان شاء الله. لا ان شاء الله يكون ديالنا هذا العام، غنفرحوا كاملين هذا العام، هذه البلبله ان شاء الله. لا قلت لها لا ان شاء الله. هاك شكون كتوقعي مارك؟ زياش والحكيمي بجوجهم. كوفر الحكيمي تكون نعاوش لك اخويا انت تما وحنا هنا، يلاه يدير الخير، الله معاهم، الله يوفقهم اخويا كاملين، والله ييسر لهم اخويا، يتقاتلوا على الدرابو صافي، ويفرحونا ان شاء الله 100%. فرحونا وغيزيدوا يفرحونا ان شاء الله. ان شاء الله 2-1 ان شاء الله. نتمنوا المغاربه الانتصار ان شاء الله، كما فرحونا يزيدوا يفرحونا، نتمنوا ان شاء الله في الفينال، وعلاش ما يديوش كوب ديمون؟ مالا المتمنيات ديالي انهم يربحوا في 2-0 وما يستاهلوش بالمنتخب الكندي، المنتخب الكندي ما بقى عنده ما يخسر، غيلعب معك الكره بدون ضغوطات نفسيه، انت غتكون مرغم على انك خصك تربح الماتش باش تدوز، ما غاديش تستنى انت بلجيكا ولا غتستنى كرواتيا، لان وحده فيهم غادي تربح وغادي تدوز، دونك انت ما خصكش تهاون، ما كان المغاربه ما مستعديش انهم يتصدموا، لاننا كنسبقوا حنا الاحداث بالافراح وكنبالغوا في الافراح ديالنا، صافي ديال خاص المنتخب يكون واقف وقفه رجاليه في الميدان وما يتهاونش مع المنتخب الكندي، المنتخب الكندي كيمتاز بسرعه فائقه، تفرجت في الماتشات ديالو، منتخب عنده خلل نوعا ما في الدفاع، اما عنده قوه رهيبه هو في, 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 في الهجوم وسط الميدان، السرعه التكتيكو، دابا خصنا حنا ما امكن اننا ما نتقبلوا حتى شي هدف ونخطفوا الماتش باش نتكاليفاو، وهذيك الساعه هذه يمكن لينا اننا نبرمجوا الدور اللي من بعد، ما خصناش نبالغوا، ما خصناش كذا، حنا مازال ما تكاليفيناش، اي نتيجه سلبيه كونتر كندا غتحتم علينا اننا نكونوا برا، لان بلجيكا عندها 3 بوان كتقلب على 3 بوان، كرواتيا عندها 4 بوان كتقلب على التعادل او الارباح والدوز، دونك حنا المصير ديالنا بيدينا، خصنا نربحوا ان شاء الله، وغادي نربحوا 2-0 ولا 2-1.